مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدي الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال عم نصاتنا على اليوتيوب والفيسبوك بجيم جديد من سنيبس شيبس بطوله لبنان 2022-2023. نحن اليوم بمجمع ميشيل سليمان الرياضي بمدينه جبال. الملعب اكيد ملعب نادي بيبلوس. بيبلوس عم يستقبل انترانيك بجيم مثل ما قلنا بهدول الجيمات كلها، كل جيم كتير مهم. بيبلوس بعد ما ربح ولا جيم، لعبين اربع جيمات لهلا ما ربحان ولا جيم. اما فريق انترانيك اول جيم ببطوله لبنان له، قدر يربح على فريق الهوبس، بعدين ثلاث جيمات ورا بعض خساره. مثل ما عم نقول الفريقين قراب مستواهم لبعض. الفريقين اكيد اليوم بدهم يعطوا كل شيء عندهم لانه كل جيم كتير مهم. عكاوي ليه ما عم يلعب؟ كمان العكاوي بفريق الانترانيك ما عم يلعب، وكمان في نقص بفريق بيبلوس. السكيف اكيد محمد سكيف. بالنسبه للستارترز بالفريقين انتوني ووكر، ديمتري نادر، عبود شديا، ابراهيم حداد وامير جاكسون هن الستارترز بفريق بيبلوس. بفريق انترانيك جوال عبد الله، سليم علاء الدين، كيث تشارلستون، اوميجا هاريس، وويليام صوان. هدول الستارترز بالفريقين. مثل ما عم نقول فريق كتير مهم ل جيم كتير مهم للفريقين. هلأ كل جيم بدك تربحه، يعني عم نحكي فاينل ايد، عم نحكي الفريق اللي بده يربح بده قد ما في جمع نقط، قد ما في جمع نقط. وهيدول الجيمات هن المهمين. في عنا اربع جيمات لكل فريق أهليه، اربع جيمات الرتور، هيدول كتير صعبين. الفرق السبعة الباقيين هيدول اللي عم بيصير عليهم معارك. الجيمات السبعة الباقيين، يعني عندك سبعة ألي سبعة روتور، هيدول عليهم إذا فينا نقول المعارك بين الفرق لا أربعة من هالثمانية يعملوا الفاينل ايت. بالأنترانيك، أنترانيك الأحمر اليوم فريق الضيف، فريق صاحب الأرض بالأبيض بيبلوس. جامبول جامبول بين أنتوني ووكر و تشارلستون. علاء الدين تبرم بول أب ما بحط، هذا كان هاريس. الريباوند لجاكسون. حديد بلشين مان لانترانيك. بيك لبرا الزاوية. شديا عبود. عبود أول كلطات بالجيم. أول كلطات بالجيم لعبود شديا. اكيد ابنه لعبده عبود، عبده شدية. جوال بتروح عند الصوان، صوان بفوت على الباسكت وبلوك شوت، بلوك شوت. حديد ستيل من عبد الله، عبد الله بفوت على الباسكت وباسكت من جوال. لا هيئتنا تبليشت الجيم، جيم ولعان، جيم راح يكون حلو بين الفريقين. حداد ابراهيم، ابراهيم عم ياخذ وقته كثير، بفوت على الباسكت ابراهيم حداد. اول نقطتين للحداد بالجيم. شوفوا حداد لعيب منيح سريع بنط، بفوت على الباسكت منيح، مشكلته الشوطه ما بنط فيها ابدا وبطيئه شوي. جوال عبد الله لبرا، سليم خذ الشوطه، سليم عم يلعب 1 اون 1، بفوت على الباسكت وسليم علاء الدين بحط. 5-4 جبال بيبلوس. ستيل من عبد الله. جوال كنا باول موسم منه حاضر، كان معور، بياخذ الفاول هلا. ما كان مع فريق انترانيك، هلا مع فريق انترانيك عم يعطي مستوى منيح بتبليشه هالجيم.
2 فري ثروز لجوال عبد الله. جوال أطلس السنة الماضية. أول فري ثرو إن. صوان جبال السنة الماضية. بيبلوس كان السنة الماضية. 2-2 لجوال. فول كورت مان جوال عبد الله عم يدافع على جاكسون. أمير جاكسون. أمير جاكسون تيرن أوفر. تيرن أوفر لأمير. أول تيرن أوفر على ثالث تيرن أوفر على بيبلوس. ليكو بعدهم بلش جيم ثلاث تيرن أوفرز على بيبلوس. ألترا ليك بعد ما عملوا ولا تيرن أوفر. جوال بياخذ السكرين. جوال لبرا. جوال عن جديد 6 على الشوت كلوك بيفوت على الباسكت ما بيحط. الريباوند لجاكسون. ابراهيم حداد بياخذ الفاول اوت اوف باونس. ماشيين الجيم الانترانيك دفاع مان. عم نشوف جوال عم يلعب فول كورت مان على جاكسون. اجريسيف بالديفنس عم بيكونوا. بريشر على الطابة. هاي بفوت على الباسكت. فيها ريحة فاول. فيها ريحة فاول لجاكسون. أول نقطتين لجاكسون بالجيم. 7-6 لبيبلوس. جويل. عن جديد هاريس. هاريس. لبرا جويل. بياخد سكرين جويل. عم يلعبوا زون. جويل ثلاث نقط بالعزاز. فيها فيل جوال. معلش فيها فيل. 9-7 انترانيك. ليكو بلا تبليش لجوال عبد الله. 7 نقط من 9. بس شوفوا عم يلعب دفاع مش بس الهجوم والنقط كمان. هالدنك شو حلوه منك. شو حلوه منك هالدنك يا ووكر. 9-9 صوان. هارس. عن جديد هارس كاتي. هارس بحط ثلاث نقط. هارس بحط ثلاث نقط. تروح بياخد على البوست. بلوك شوت. بلوك شوت هالمرة من صوان. هيدا الهلب يا صوان. هيدا الهلب الصح. يعني إذا بده يلعب على البوست عم بحكي عن جاكسون في يلعب على البوست. جاكسون 3. جاكسون كلطات. جيم حلو اليوم. جيم حلو اليوم. 12-12 جوال عبد الله بفوت على الباسكت ما بيحط. الريباوند العالي. تيري ميل جاكسون بفوت على الباسكت. باسكت ان مع فاول لجاكسون. لا اليوم الاجانب اجانب بيبلوس غير بالمره عن جيم قبل. والعنين ووكر وجاكسون. نيم فري ثروز لا جاكسون. فري ثرو واحدة سوري لأنه حط الباسكت. كمان إبراهيم ستيل ذكي بس على الأوت. عم نشوف بريس بقطعها لعند سليم علاء الدين لبرا. هارس. هارس. هارس 3. تاني 3 نقط لهارس.
يعني مستواه لهارس ما كان كتير منيح، ما كان كتير منيح بالبطولة لهلا. اليوم مولع لهارس، مولع. كمان موف حلوة، موف حلوة. شو بيقول الحكم؟ فاول على الصوان، اثنين فري ثروز. يعني سنتر مترين وعشرة عم يعمل فايد فايد اواي، صوان تركوا انه اكيد ما تتركوا، يعني دافع عليه بس بلا فاول. اثنين فري ثروز لووكر، اول فري ثرو ووكر ان. ووكر 20 نقطة بأول جيم، 13 ريباوند. 2 من 2 فري ثروز لووكر. هاي الثاني جيم للووكر. شوفوا هارس بنص الملعب هو اللي بقطع الطابة. برافو. برافو أنترانيك، خلصوها بسلة. هارس ثلاثة. هارس ما بحطها المرة. تشارلستون أوفنسيف ريباوند وباسكت لتشارلستون. 17-16 أنترانيك وتيرن أوفر. تيرن اوفر بيبلوس. سبعتاش ستاش انترانيك والطابة مع انترانيك. جويل بعدها عم يشوف مان هارس. هارس بياخذ الفاول، هارس بياخذ الفاول. وتكون اللعيب بالزاوية عم يفوت على الباسكت، بدك تسكر البيس لاين، بدك تسبقه، حط اجرك على الزيح. على طول عم نقولها، حط اجرك على الزيح، ما بقى في يفوت، بده يقطع عنك، بده يفوت على الاوت. هيك لازم البيس لاين. هارس لبرا، صوان، سليم. سليم بفوت على الباسكت، حلوة كثير، حلوة كثير يا سليم. حلوة كتير الباسكت مع فاول لسليم علاء الدين. أربع نقط لسليم، 19-16. جوال عبد الله وجاكسون كمان خامس نقطة عند وان. لكن جاكسون وعبد الله هن هدافين الجيم بسبع نقط كل واحد. جاكسون اثنين ريباونز، اكثر واحد عمل ريباونز بالجيم. كمان عم نشوف مان، شوف مان، مان كمان مع بريشر شغل كثير منيح. ثلاثه جوا ابراهيم هداد. انا مبسوط اليوم بالجيم لهلا. خامس نقطه لابراهيم، 19-20 للانترانيك. مبسوط مش بس انه عم بحطوا الشباب وعم يلعبوا منيح، شوف كيف عم بيدافعوا كلهم، كله عم بيقاتل على الدفاع. تشارلستون بفوت على الباسكت، بحط تشارلستون. تشارلستون نقطة الرابعة على اللو بوست. صح صح، دبل تيم، مين راح يفضى برا؟ فاول خفيف، هالفاول خفيف. هيدا الفاول اول على تشارلستون. اثنين فري ثروز لووكر. لكن بدنا نشوف الريبلاي. ها كمان زياد طنوس وبول سقيم عنا، بدنا نشوف ريبلاي. ريبلي اكيد الفاول. اثنين فري ثروز لووكر. اول فري ثرو ان، ثلاثة من ثلاثة على الفري ثروز لووكر. ثلاثة بثلاثة. تاني فري ثرو. اف
بالإزاز 4-4 21-22 أنترانيك 3 دقايق تقريبا ليخلص الكوارتر الأول. تشارلستون جوال، جوال بيفوت على الباسكت وبلوك شوت وفايت يا جوال وفايت في واحد اسمه ووكر، هذا ووكر بالجيم الأول اللي لعبه بطولة لبنان 5 بلوك شوتس. هارس لبرا اكسترا باس لجوال، جوال كاتي، جوال عملت لي بلوك شوت، برد عليك بثلاث نقط، برد عليك بثلاث نقط جوال عبد الله، 10 نقط لجوال، 25-21 أنترانيك. حلو حلو كثير حلو كثير. إذا فينا نقول كروس أوفر زتة بين اللاعبين، بياخذ الفاول الثاني من تشارلستون، من كيث تشارلستون. اثنين فري ثروز لأنه بالفاول ترابل فريق الأنترانيك. اثنين فري ثروز لكيث، أول فري ثرو إن. صاروا 4 من 4 الفري ثرو اليوم الأنترانيك، 4 من 4، 2 من 2 لكيث، لكيث كيث جاكسون. هذا كمان سليم علاء الدين بخلص، سليم علاء الدين بخلص. اوت على جوال عبد الله اجره، لكن هذا كان جاكسون اللي عم يشوط الفري ثرو. امير جاكسون، امير جاكسون صار عنده 10 نقط 2 ريباوندز واسيست. امير جاكسون لا، بما انه حط وحده فري ثرو، 9 نقط 2 ريباوندز واسيست لامير جاكسون. جوال عبد الله عنده 10 نقط واسيست، لكن هداف الجيم جوال عبد الله ب 10 نقط وراء امير جاكسون 9. امير جاكسون اكثر لعيب عمل ريباوندز 2، واكثر لعيب عمل اسيست هارس ب 2. بس شغلي لفتت لي نظري انه بيبلوس 3 من 3 على 3 نقط. شوفوا الشوت سيلكشن تبع بيبلوس كثير منيحه، عم يعرفوا امتين يشوطوا، بس يفضوا عم ياخذوا الشوطه 3 من 3 على 3 نقط ل بيبلوس. الانترانيك كمان مش عاطلين اليوم على 3، 4 من 6 افريج كثير منيح، يعني عم نحكي 66%. الفريقين اوفنسيفلي عم يلعبوا منيح، مع انه عم بيحطوا بريشر وعم يشتغلوا كثير منيح ديفنسيفلي الفريقين. تمام، مثل ما بنعرف انه بنقول انه في نقص بالفريقين. محمد اكيد ناقص بفريق بيبلوس، منتمنى له السلامة. هلا عمل ام ار اي، هلا شفنا غير لزون الانترانيك، عمل ام ار اي ركبته. حلوة كتير حلوة كتير يا جاكسون، 11 نقطة لأمير جاكسون. لكن سكيف محمد سكيف عمل ام ار اي لركبته، بدنا نشوف كيف شو صاير معه، اي سي ال وغضروف. سلامة قلبه، بتروح ستيل جاكسون لازم يزتها، كان قبل نادر ديمتري بايده الشمال. حلو كتير يا ديمتري، حلو كتير يا ديمتري نادر، اول نقطتين لك. 27-27 دقيقة ونص بيخلص الكوارتر الاول. هارس لبرا، جوال 3 لحاله، ايه بدك تشوطها ما تفكر فيها جوال، ايه شوط شوط يا جوال. 13 نقطة لجوال،
جيم كبير لجوال، جيم كبير لجوال عبد الله اليوم، حلو كتير هالباس، هالباس والدنك الأحلى من ووكر. تشارلستون تيرن اوفر، لا بدك تفتش على السلة، صرت بقلب الأزرق بقلب البينت، فتش على السلة تشارلستون، شو بدك بهالباس؟ بس شو هالدنك؟ ليكو هالدنك؟ جاكسون بعده انترانيك 30-29 بيبلوس لبرا نادر ثلاثة صعبة 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 وحلوة يا نادر ديمتري خامس نقطة يا ديمتري بعده فايت ما عنده مزح اثنين اتمس اثنين باسكت واحدة على نقطتين واحدة على ثلاثة جوال بياخذ السكرين جوال بياخذ الميد رينج صعبة الريباوند هالمرة لابراهيم حداد بيبلوس مقدمين فرق اثنين شوفوا الجيم ما عم يفلت بين كان ابراهيم بيلعب لبرا نادر ديمتري ثلاثة هالمرة ما بيحط تروح عند هارس لازم ياخذ هارس لازم تاخذ اخر اتم شو عم تعمل 12 ثانية جاكسون وعي وعيلة جاكسون سبعة ستة لازم دبل تيم عليه لازم دبل تيم لوين شوت بعدنا عم نقول وعيلة وهيك هيك تاخذ اخر اتم جوال عبد الله من بعيد بيخلص الكوارتر الاول 32 بيبلوس انترانيك 30 لا ماتش حلو انا حمسني مش بس انه حلو الشباب عم يلعبوا منيح مع انه سكور عالي بس الشباب عم يلعبوا منيح يعني ما عم ياخذوا اتمتس هينين ما عم ياخذوا مع انه سكور عالي بس الاتمتات ما عم بيكونوا هينين سو شغل كتير منيح من الفريقين 32 30 اكيد بذكركم انه صباح خوري هو كوتش الانترانيك فريق الضيف كوتش بيبلوس هو عزة اسماعيل تعليمات الكوتشز اثنين اكيد بهالوقت خليني اقول لكم انه جوال عبد الله لهلا عنده 4.5 نقط بالجيم افريج 2.5 ريباوندز اليوم 13 نقطه هو الافريج تبعه 4.5 اليوم 13 نقطه وبعدها باول كوارتر بالنسبة لبيبلوس إذا ما نحكي عن أمير جاكسون أمير جاكسون عنده أفريج 21 نقطة أمير جاكسون لهلا أمير حاطت 11 الكوارتر الثاني إبراهيم هلا عم نشوف زون زون 2-1-2 تبرم عند أمير أمير لبرا حداد حداد بيفوت على الباسكت صعبة أوفنسيف ريباوند إذا فينا نقول لووكر هذا أول ريباوند إله 10 نقط مع ريباوند لووكر عمل 2 بلوك شوتس ووكر صوان فاول ابراهيم حداد فاول الثاني على صوان لا فاول الثاني على ابراهيم حداد جوال بيلعب الباونس باس كيث تشارلستون بيخلص سادس نقطة لكيث 32-34 شوفوا هلا غيروا يعني عم يلعب اثنين قدام لعب جوال عبد الله كان عم يلعب تحت
ابراهيم حداد ما بيحط. ريباوند للصوان. كان عم يلعب جوال عبد الله ورا بالزون، ما عم يلعب من اثنين لقدام، غير صار هو عم يلعب قدام والملا عم يلعب ورا. صب ابراهيم حداد بيرتاح، فوت محله عبود شدياق. ليكو ما تعذب عبده بيسمي ابنه، اسمه عبده سمى ابنه عبود، ما فكر فيها كتير يعني. صوان كليتي ما بيحط، ريباوند لعبود جاكسون. شو عم تعمل؟ لا لا ما فيها فاول، ما تحارج، رجع دفاع، رجع دفاع. عشقة كليتي فت بين كليتي، هارس هارس بفوت كمان عم يعجوها اثنين. ديمتري ديمتري بفوت على الباسكت وبياخد الفاول، اثنين فري ثروز لا ديمتري. ديمتري نادر اخذ الفاول من الملا. اول فري ثرو بهالجيم لديمتري، ستة من سبعة على الفري ثرو اليوم، على الفري ثرو اليوم. اول فري ثرو ان عم بحكي عن بيبلوس، سبعة من ثمانية اليوم، واحدة من واحدة لديمتري. اثنين من اثنين ديمتري، ثمانية من تسعة لا بيبلوس على الفري ثرو، 36-32 هذا اكبر فرق اليوم لبيبلوس. برميد وصلت للملا ثلاثة ثلاثة الملا دغري، ما معه مزح، مخرطش هيدي كاتش اند شوت، مخرطش محضر حاله، لاط شوت طلع من سكرين، فاول على جوال عبد الله. خمسة وثلاثين ستة وثلاثين أول ثلاث نقط للملا بالجيم. جاكسون ايه شوطة بيلعب باس كمان اكسترا باس، نادر ثلاثة نادر ما بحط، ريباوند لهارس زت للملا لا لا ايه جوال، جوال فايت على الفاز بيكوي وشاك ثلاث نقط. شو هالمعنويات، شو هيدا، شو هالثقة، فايت على الفاز بيك بيوقف على ثلاث نقط بشوط، هيدي عادة فيك تعملها إذا عندك لعيبة راكدين معك على الفاست بريك فيهم يلموا ريباوند، عملها جوال عبد الله. 16 نقطة لجوال، بيعطي الفرق نقطتين بس بيرجع بيعدل، بيرجع بيتعدل سكور. هيدا اللي حط النقطة سويد، ريان سويد. جوال لبرا، صوان ثلاثة، ريباوند لنادر، ديمتري، عبود، عن جديد ديمتري، سويد، بيلعب لجاكسون، جاكسون، جاكسون بحب يفوت بالعجقة كثير ها، الفاول على الملا، ثاني فاول على الملا. طابع اوت اوف باونس، جاكسون ايه تيرن اوفر من جاكسون، بتروح عن جويل، جويل بفوت على الباسكت بياخذ الفاول، اثنين فري ثروز. ديمتري ضيقوا ضيقوا ضيقوا، ريان انت نط على الطابه بلا الفاول، اثنين فري ثروز لا جوال عبد الله. 38-38 حلو الجيم اليوم، حلو. مين راح يربح، بيبلوس او انترانيك؟ انا صراحه
عادة بعرف مين بيربح قبل الجيم. اليوم صعبي. اليوم صعبي. 6 دقايق وثلاثة وعشرين ثانية لا يخلص الكوارتر الثاني الهاف الأول. كل فريق من اثنين ما قدر يعمل يعني يطلع على الفريق الثاني اكثر من 4 نقاط. جوال اول فري ثرو ان. ما قدر فريق يطلع عن ثاني اكثر من 4 نقاط. هيدا بفرجي انه الجيم حلو. اول فري ثرو جوال ان، ثاني فري ثرو برا. 17 لجوال، 39 38. جاكسون تروح لبرا لحداد. حداد بيلعب لووكر، ميد رينج ووكر، باسكت ان للووكر. الووكر 12 نقطة عم تبرم ملا ثلاثة. لا هالمرة ما بحط. ووكر ريباوند، هيدا الثاني لووكر. 12 نقطة مع 2 ريباوند. جاكسون ووكر بعد عم شوف زون لورا. شدياق ثلاثة، شدياق بهال 3 نقط. عبود 3 نقط لعبود. 6 نقط لشدياق. فرق 4. هارس، هارس بياخذ سكرين، بيفوت على الباسكت، بياخذ الفاول. 2 فري ثروز لهارس. انتبهوا بالكوارتر الثاني وكثير وقت من الكوارتر الاول هارس عم بيظهر برات اللعبه، لازم على طول يكون انفولد. اخذ 2 3 نقط، حط 2 3 نقط هارس، لازم يضل انفولد بالجيم. لعيب مثل هارس عم نحكي اليوم عامل 2 من 4، ياخذ 4 تيمس، حاطط 2 منهم كلهم على 3 نقط. 2 من 4 على 3 نقط. اول فري ثرو لهارس ان. واحدة من 2 لهارس. 7 نقط. خلينا نشوف البريس. البريس رح يزمتوا منه. ريان من ثواني ما بيقطعوا نص الملعب، ما بيقطعوا بثمان ثواني نص الملعب. ليكو كثير فرق من بطولة لبنان اذا ما كلهم عم يستعملوا البريس السنة، كثير عم يلعبوا بريس. وهذا انه بارت من الباسكت، ايه لازم الكل يكون يكون كثير قوية فيها دفاعيا وهجوميا. لازم الفرق بعد ما عم تصرف كثير منيح مع البريس، لازم يتصرفوا منيح مثل ما قلنا، ياخذوا سلات هينين. ووكينج تيرن اوفر، تيرن اوفر خامس على انترانيك. خلينا نشوف البريس اذا رح يزبط هلا. 40-43 لبيبلوس. خلينا نشوف 1-2-1-2-2. هين كثير وقتها تيجي لنص الملعب للسنتر. جاكسون قلت لكم جاكسون بحب يفوت بالعجقه. تاني ميل هارس، هارس بحط نقطتين. هارس لحط نقطتين، 9 نقط لهارس، بينزل الفرق لنقطة 43-42. دغري كوتش عزت اسماعيل بيطلب تايم اوت لبيبلوس. 4 دقايق و35 ثانية ليخلص الكوارتر الثاني الهاف الأول. من أول جيم هيك برجع بقول لكم ما في فريق عم يقدر يطلع أكثر من 4 نقط بالجيم. هداف الجيم لهلا عم بيكون جوال عبد الله 17 نقطة. ابراهيم حداد، ويليام صوان، ووكر كل واحد منهم 3 ريباوندز. اسيست جاكسون وجوال عبد الله 3 كل واحد منهم.
هيدا اول جيم بيطلع فيه بالدبل فيجرز. عم نحكي عن جوال عبد الله 17 نقطه وبعدنا باول هاف. هيدا اول جيم بيطلع فيه عن العشر نقط السنه بسناب شيبس بطوله لبنان 2022 2023. اكثر لعيب حظ بجيم واحد بفريق الانترانيك هو هارس 20 نقطة بجيم. هارس فاول. الفاول الثالث على الملا. مثل ما عم بقلكم أكثر لعيب حظ بجيم واحد كان الهارس بالنسبة ل أنترانيك 20 نقطة وبجيم ثاني هارس كمان 18 نقطة. بعدين ملا 16 كيف تشارلسون 16. 2 فري ثروز لأمير جاكسون. بالنسبة لبيبلوس محمد سكيف أكثر لعيب. سلامتك يا محمد سكيف 23 نقطة بجيم واحد. أمير جاكسون اللي عم بيشوت هلا واحدة من اثنين. أمير جاكسون 21 نقطة بجيم واحد. ووكر 20 نقطة حد بالجيم الماضي. هارس بيلعب باونس باس عبد الله فيك ما لازم ينط هالقد. زون 2 1 2 بعدنا. هارس 3 الريباوند لووكر. تاني ميل جاكسون لبرا كمان باس من شديق تيرن اوفر. هيدول انفورس 4-1. شو راح يعمل الصوان؟ صوان فاول شدياء. كثير ذكي الفاول من شدياء. اول شيء منه ان سبورتسمان. فاول على الطابه. 2 فري ثروز لصوان بس صوان 4-1 كان لازم يكون باسكت. بتصور بيتقطع باس كان 44-42. خلينا نشوفها على الريبلاي. بدنا نشوفها على الريبلاي نشوف اذا بتصور الحكام بده يتاكدوا اذا ان سبورتسمان لايك فاول ولا لا. كمان مره بعد مره بتعمل معروف. الحكام بيقولوا انت سبورتسمان لايك فاول. بيقولوا لعب على لعب ما لعب على الطابه لعب على الايد اللعيب. بعدنا عم نقول فاول ذكي. الحكام صفروا انت سبورتسمان لايك فاول. لكن عم نشوف هلا حكم زياد طنوس مع طاولة الحكام لنشوف شو نعرف شو عم بيصير. شوفوا تأكدوا هلا الحكام عم يحكوا وقت شاط 2 فري ثروز جاكسون ما كانوا بالبونس بعد فريق انترانيك. لكن نشوف شو راح يعملوا. لكن في نقطة بدها تنشال. لكن فري ثرو ان
هيدا اللي عم بيصير هلا. عم يحكوا بيبلوس فيه انه تقشطوا نقطه فريق بيبلوس, بس تقشطوا الطابه كمان, يعني كان في تكون اذا فاول بول بوزيشن تكون معهم. اوكي, مثل ما سمعت الحكم جاد طنوس عم بيقول انه طالما ما اول وقفه فيهم يغيروا يزبطوا يصلحوا اذا صار غلط, اذا مرقت على صفرة يعني توقيفه هونيك ببطلوا فيهم يصلحوا الغلط. بيبلوس عم بيقولوا انه بما انه صار الفاول وشاط فري ثروز شيلوا له النقطة, حط واحدة من اثنين, هو انه لو ما بدكم تشيل النقطة لازم يكون معهم الطابة, انه صار فاول لازم ياخذ الطابة من برا اذا ما في بونس. لكن 43-43 3 دقايق و 48 ثانية لا يخلص الهاف الأول. بعدهم جماعة بيبلوس ما عم يستوعبوا, يعني ما عم تفوت براسهم انه لازم يكون معه البوزيشن. بعدنا زون 2-1-2 مثل كل تاني كوارتر. فريق بيبلوس صوان سليم لبرا ثلاثة, هارس ما بيحط, ريباوند عالي من الصوان جويل, هارس جويل ثلاثة ما بيحط, ريباوند لرقم 44 ووكر, ريباوند الخامس لووكر. جاكسون لحاله, جاكسون لحاله, وين دفاع الالترانيك؟ بعد عم نحكي الجيم عم بيكون كتير منيح, فريان عم يلعبوا دفاع حلو, عم تلعبوا زون 2-1-2 ما في يفوت هيك بالنص, ما في حدا. 45-43 بيبلوس. جويل لبرا لهارس, صوان سبع الشوت كلوك, ستيب باك صعب كتير, صعب كتير ويليام, صعب كتير يا ويليام. خلينا نشوف اذا في بريس, هارس عم بعيط لهم هجموا. 1-2 جاكسون بياخد وقته, ايه دبل تيم لجاكسون بخلصها عند نادي ديمتري, بقطعوها كتير منيح, انا بشوف بقطعوها البريس كتير منيح وقت ياخذوا سله هينه. شوفوا جوال قد ايه عم يلعب دفاع حلو, سته على الشوت كلوك, جاكسون لبرا عم عبود بيدعس على زيح الاوت, عبود شديق بيدعس على زيح الاوت, تيرن اوفر, هيدا التيرن اوفر العاشر, كثير عم يعملوا تيرن اوفرز. عم بحكي عن بيبلوس, بعده نقطتين ربحانين بيبلوس 45-43. هارس عم تبرم لهارس عن جديد, هارس بيلعب للصوان حلو كتير, هالباك الرول حلو كتير, صوان بيعدل سكورز 45-45. بتروح تقطع صح, ايه فتشوا دغري على الفاضي, باسكت ان لووكر والاسيست حلو كتير من عبوش دياب. يعني اللي عم بقوله اللي بيستلم الطابة فوق كان ووكر, هلأ بده يستلم الطابة على البريس يبرم يفوت على الباسكت, هلأ ما في هو كتير عنده انه بيقدر يعمل دريبل ويفوت على الباسكت, هو سنتر اخر شيء, بس يلعب الباس بسرعة على الدين, بفوت عليه لووكر بحط الباسكت على الدين, نقطة 9 على سليم.
كروس اوفر حلو كتير، بياخد الفاول امير جاكسون. انترانيك مش بالفاول ترابل، دي او 13 ثانية اوت اوف باونس لازم تكون، لا بالفاول ترابل، صاروا بالفاول ترابل. اثنين فري ثروز لامير جاكسون. بوتانوس بفوت على الجيم محل ديمتري نادر. ديمتري نادر لعبين 16 دقيقة، 7 نقط، 2 ريباوندز واسيست بالجيم لهلا. اول فري ثرو ان، صاروا 9 من 10، 90% من الفري ثرو. عم نحكي عن بيبلوس، واحدة من اثنين، 9 من 11. بيبلوس 48، انترانيك 47. هاريس كروس اوفر حلو، بول اب احلى. لازم تخلص يا هاريس، عملت كل شيء صعب وحلو، لازم تخلص، حط باسكت. جاكسون سكرين رول، توصل عند ووكر. ووكر لازم الرول ياخذها اقرب على الباسكت، لازم يقرب اكثر على الباسكت. فاول على ووكر، اوفنسيف فاول على ووكر، اول فاول على ووكر. اكيد بما انه اوفنسيف ما بيشوتوا فري ثروز. هاريس قلبوا مان، تاني نزله بيقلبوا فيها مان. عم نحكي عن بيبلوس. صوان لبرا، ثلاثة تبرم ما بتفوت. اوفنسيف ريباوند تاني، اثنين اوفنسيف ريباوند لويليام صوان، بيعطي الادفانتج نقطة للانترانيك. بعد في 15 ثانية ليخلص الهاف الأول. انترانيك اب باي 1، 49 48. عم شوف زون 1 2 2. جاكسون فات على الباسكت وحط جاكسون، حط جاكسون باخر الوقت، بيخلص الوقت هيك، بيخلص الهاف الاول 50 49. سكور كثير عالي للفريقين، كثير عالي، مع انه عم يشتغلوا الفريقين دفاعيا وهجوميا، بس الفريقين موفقين. وفرق نقطة، بيبلوس 50 49. بكل الجيم ما حدا قدر يطلع أكثر من 4 نقط بالجيم، ما حدا قدر يطلع أكثر من 4 نقط بالجيم. برجع بقلكن، عادة فينا نحصر مين بده يربح قبل الجيمات، نعطي تكهنات إذا فينا نقول مين فيه يربح. الحكام بده يفوتوا من هون على أوضتهم، وأنا عم بحكي ما رح خليهم يفوتوا، قاعد مسكر لهم الطريق، ما رح يقدروا يفوتوا الحكام. أوكي، إذا هيك فينا نفوت. تقطعوا هاي إلي، ثانك يو. لا الحكام نضحك على بعض، عم يعملوا شغل كتير منيح بالملعب، ما فينا نحكي كل الحكام اللبنانيه بالفعل شابوبا، عم يعملوا شغل كتير منيح بالملعب، بس عم يعملوا شغل كتير منيح بالبرات الملعب، عم بيكونوا اوادم ولطفة وكذا، شغل جديده هيدي. طيب خلينا نرتاح نحن وياكم 10 دقائق وبنرجع على الهاف الثاني من هالجيم الكتير حلو بين صاحب الأرض جبال الربحان، فرق نقطة 50 49 على الأنترانيك الضيف. 10 دقايق ونرجع عندكم.
رايت باك. سكرتوا المكتب بحلال؟ وين ارمى؟ ارمى في ارمى؟ لا في الدواه؟ لا ما بكون مشيت هيك. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدي الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال على منصاتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بهالجيم الحلو اللي عم يصير اليوم بين بيبلو صاحب الارض هون بشبال وانترانيك 50-49 خلص الهاف الاول. صح 50-49 هيك خلص الهاف الاول بين الفريقين نقطه لبيبلوس. عم نجرب نحكي عن الجيم عن اول هاف. دفاعيا كانوا عاطلين مع انه عم يركضوا الشباب عم يجربوا يقاتلوا دفاعيا بس مش افيشنت عم بيكونوا يعني في ركض وفي كل شيء بس بدك تكون افيشنت بالدفاع مش بس بدك تركض. هلا الفريقين موفقين بس سكور عالي. خلينا نشوف شو رح يصير بالهاف الثاني. يعني دفاعيا لازم يكونوا مركزين الفريقين اكثر. تيرن اوفر شو بيقول الحكم؟ تيرن اوفر. السادس على انترانيك. انترانيك ما عاملين كثير تيرن اوفرز اليوم. انترانيك زون عم تبرم بالزاويه. ديمتري نادر ثلاث نقط 53-49. برجع بقول لكم
بالهاف الأول ما قدر فريق يعمل فرق أكثر من أربع نقط. أربع نقط هلأ وصلت. ستة فاول. عشر دقيقة. اكيد ننتبه ما يزحطوا اللعيبه، هي شغله كثير مهمه على طول. طابه مع لانترانيك اوت اوف باونس 14 على الشوت كلوك. مان عم بيكون من بيبلوس. تيرن اوفر جديد، تيرن اوفر جديد على الترانيك. تيرن اوفر السابع. بعدنا عم نقول ما عاملين كثير تيرن اوفرز. بيبلوس عاملين 12 بالجيم اليوم. حداد لبرا مع مين؟ بول سعيم. الحكم بقول الطابة مع بيبلوس. إبراهيم تبرم جاكسون ثلاثة. جاكسون كات نوت. جاكسون كات نوت. أكبر فرق بالجيم سبع نوت بأول الكوارتر الثالث، بيطلعوا الفرق لسبعة. جاكسون 19 نقطة لجاكسون. جويل لتيري ميل. سليم فيك باونس باس. تشارلستون، تشارلستون بياخد ميد رينج قصيرة. اوفنسيف ريباوند لسليم. هاريس بيلعب للصوان. صوان تحت السلة ما بحط. التب من هاريس، التب من هاريس. 11 نقطة لهاريس. ثلاثة ما بيحط. ريباوند لهاريس. تشارلستون كيث بيرجع بيلعب الباس لجوال. تيرن اوفر. اول كوارتر الثالث ثلاثة تيرن اوفرز على الانترانيك. نازعينا بهالكوارتر 56-51. جاكسون موف بايده الشمال ما بحط. الريباوند للصوان. هذا كان ووكر. هاريس بيلعب للصوان. صوان بفوت على الباسكت بياخذ الفاول. اثنين فري ثروز لويليام صوان. تسعتاشر نقطة لأمير جاكسون. أكيد اليوم رح يكون أكتر لعيب حاطط بجيم واحد بهالسيزن. لفريق أول فري ثرو للصوان برا. لفريق بيبلوس محمد سكيف 23 نقطة بجيم حط. أكتر لعيب حاطط بجيم واحد اليوم 19 لهلا لأمير جاكسون. 56-51. جوال عبد الله 17 نقطة كمان البيرسونال بيست إذا فينا نقول لجوال عبد الله 17 نقطة. خلينا نشوف البريس هلا. One, two.
1-1. كيف راح يقطعوها؟ حديد بتروح عند عبود، بتروح لعند فلوتر، ما بيحط، ما بيحط جاكسون فلوتر، عمل شغل كبير ما حط فلوتر. سكرين حديد بفوت على الباسكت والحديد بحط. ابراهيم حديد 7 نقط لابراهيم، طلع الفرق لستة. جويل شدياء كل الملعب عم يلعب عليه، مان مع بريشر على الطابة، هلا لازم يكون في بريشر على الطابة، ما في. جويل لبرا لصوان، 6 على الشوت كلوك. هارس على جديد صوان، صوان بشوت 3 بلوك شوت من الحداد، بيرجع بياخذها، بيخلص الوقت، تخلص 24. لا باسكت ان، باسكت ان، 58-54، 13 لهارس. جاكسون عبود عجديد لبرا، ما بحط ريان، ما بحط ريان. جويل كروس اوفر بفوت على الباسكت، حلوه يا جويل عبد الله، حلوه يا جويل عبد الله، الكروس اوفر احلى من الباسكت، كروس اوفر قطع عمانه، فات على الباسكت حط نقطتين. 19 جويل عبد الله، 56-58، بينزل الفرق لنقطتين. ميد رينج بعد السكرين، جام شوت ما بيحط، اوفنسيف ريباوند كثير عالي، بياخده جاكسون امير وبياخد الفاول. اوت اوف باونس. بعدنا انترانيك مان بتاني، بتالت كوارتر. جاكسون امير 6 على الشوت كلوك، بفوت على الباسكت، ستيل، ستيل واوت، ثانيتين على الشوت كلوك، ثانيتين على الشوت كلوك، الطابه مع بيبلوس، شو راح يعملوا؟ شو راح يعملوا بس ثانيتين؟ بيلعبوا اللوب باس لابراهيم، ستيل بتروح على جويل عبد الله، جويل عبد الله بيلعب لبرا، هارس فيك بفوت على الباسكت، عمل كل الشغل والتب من سليم علاء الدين. 58-58 علاء الدين 11 نقطة لسليم، كمان من تحت السلة عمل كل الشغل جاكسون، لازم تخلص يا جاكسون. فاول عجويل، فاول الثاني على جويل. أمير عم يلعبوا مان بس عم يضبوا كتير تحت السلة، عم يضبوا كتير تحت السلة، عم بحكي شو هاي، شو هاي تو ستيبس ومن برات البينت بتزت الفلوتر، صعبة. ووكر هارس بياخد سكرين والرول، ريان بيقطع الطابة على الاوت، 10 على الشوت كلوك. هارس، هارس بيقطع عمانه بيفوت على الباسكت، صعب كثير. جاكسون تاني ميل، جاكسون بيفوت وبيحط المره، جاكسون تشارلستون كيف بدك تنط، بدك تنط خيي، بدك تعمل دفاع، نط ما تخليه يطلع يحطه، فاولو يشوت 2 فري ثرو بس ما يحطه. سليم بيفوت تاني ميل وبيحط باسكت، اتبع فاول لسليم علاء الدين، بيعدل سكور 60-60.
سبعة من ال 11 اليوم لا على الفري ثرو، سبعة من 11 لأنترانيك. مثلا اللي عم بيدافع على سليم في شغلة بده ينتبه له، يعني بدك تشوف كل لعيب كيف بيلعب. جوال وسليم لعيبة عسروية بحبوا يفوتوا بميلة الشمال، سكر لهم ميلة الشمال خليهم يفوتوا من ميلة اليمين. عم نحكي مين في غير عم بيفوت كتير على الباسكت، أمير جاكسون من هالميل، هارس من هالميل عم بيفوتوا بميلة اليمين، سكر لهم ميلة اليمين يفوتوا أكتر ميلة الشمال. هارس عم بيفوت من ميلتين بس إنه سكر لهم ميلة اليمين. بدك تعال شوف كل لعيب كيف لازم تدافع عليه. أند وان لا سليم علاء الدين، 14 نقطة لسليم، والأنترانيك بيرجعوا بيطلعوا بالجيم نقطة. ريان بيعطي أمير، سبع شوت لوك، ما تأخر ما تأخر، العاب يه سبك لبرا كمان لبرا ثلاثة. إبراهيم حداد، إبراهيم حداد ثلاث نقط على البصر، إبراهيم حداد ثلاث نقط على البصر، عشر نقط لإبراهيم، بيرجع بيطلع نقطتين، بيطلع الفرق نقطتين لبيبلوس. هارس للصوان، صوان كروس اوفر بايده الشمال، بلوك شوت بلوك شوت، باسكت ان، صح صح باسكت ان. هلا بتبين معنا كمان على الريبلاي. ٦٣ ٦٣ بدنا نشوفها على الريبلاي كمان مرة. بدك تعجل لأنه إذا ما بتعمل ريبلاي على السريع راح أطلع مورم. على السلو موشن أبطأ إذا بتريد، عباكل قتلة، عجل بالحكام نازلين فيه قبيط كمان. إيه إيه وقفها إذا فيك وقفها. نو باسكت بالحكام، لكن نو باسكت، بلوك شوت مضبوطة، يعطيكم العافية. بيرجع سكور 63-61. دقيقتين و 48 ثانية ليخلص الكورتر الثالث. شو هالجيم؟ شو هالجيم الحلو؟ حكمين زياد طنوس وكلود ابي جبرايل عم يطلبوا الحكم الثالث بول سقيم. بتصور انا عم حلل اذا بعد البلوك شوت لمين راحت الطابه وشو صار. لكن الطابة مع بيبلوس. حداد شوفوا كيف عم يلعبوا، مان عم يعملوا سويتش على سكرينات، عم يصير هلب تحت الباسكت كتير. بلوك شوت من السوين، بلوك شوت من السوين، بس كتير صعبة كانت هاي ريان، معلش مش شايف وين السلة. أربع شوت لوك، أربع مواعي للملعب، مواعي لشيء. بشوت شوطة ووكر صعبة، أوفنسيف ريباوند وباسكت إن، أوفنسيف ريباوند وباسكت إن لجاكسون، أمير جاكسون. 23 نقطة لأمير جاكسون، بعاد الرقم سكيف، أكثر لعيب حطت بجيم واحد لفريق بيبلوس.
بحط هالفري ثرو بيكسره، بس اهم من هيك ما حط الفري ثرو، ما حط الفري ثرو. اهم من هيك الفرق 4 لبيبلوس، كيف يطلعوا ل5. برجع بقلكم اكبر فرق كان بالجيم 7 نقط لبيبلوس. اطرانيك اكثر فرق بده يعملوه 4. جوال 3 صعبه اوف ذا دريبل، جوال ما كثير قوي فيها. ابراهيم حداد، ابراهيم حداد، ايه تايم اوت اطرانيك، ضروري تايم اوت اطرانيك. الفرق صار 6. منيحة إبراهيم حداد، 12 نقطة مع 4 ريباونز و3 أسيست. إبراهيم هذا اللي قوي فيه، عم لكم كان عم إبراهيم حداد. إبراهيم حداد بالأوبن كورت فيه يروح سريع وبينط منيح، فيه بالأوبن كورت يلعب كتير منيح. 67-61 هداف الجيم أمير جاكسون 23 نقطة، جوال عبد الله 19 بفريق الألترانيك. أكثر لعيب عامل ريباوند 8 ويليام صوان بفريق بيبلوس، أكثر فريق ووكر عامل 7. أسيست هارس من الأطرانيك عامل 4. 3 جوال عبد الله، إبراهيم حد، جوال عبد الله من الأطرانيك، إبراهيم حداد وعبوتش الضياء، كل واحد منهم 3 أسيست. الفرق 6 وفي دقيقة و56 ثانية من الكوارتر الثالث. جويل بعدنا زون، هيدي عم يجربوا يعملوا بريشر وزبطت معهم. هيدي خطة هلا بخبركن عنها. طابة بتضل مع بيبلوس، بينطروا اللعيب ليقطع نص الملعب. ليه بينطروا ليقطع نص الملعب؟ لأنه ما بقى في يرجع لنص الملعب، بيصير زون، بيركض عليه لاعبين أو ثلاثة بيعملوا بريشر. It's a kind of a press، بيركضوا عليه بيعملوا عليه بريشر مع دبل تيم على اللعيب ليضيع، واللعيب الباقي كمان بده يقربوا يسكروا الباسنج لينز، يعني ما يعني ما يعطي للوينجيه يعني الجاردز ما يقدر يعطيهم الطابه، بده يشوف تحت السله رح تكون فاضيه في يلعب لهونيك تحت الباسكت. باسكت ان، وين الدفاع؟ وين هارس؟ 69-61 8 نقط، اكبر فرق بالجيم، اكبر فرق بالجيم 8 نقط. بيبلوس هارس، كيف بده يجاوب هارس؟ بيلعب لبرا، ثلاثة بحط، ما فيك تلعب بأجنبي واحد عم بحكي على أنترانيك. تشارلستون، تشارلستون 9 نقط 3 ريباوندز، ما كأنه موجود بالجيم اليوم، حتى ال3 نقط بس ما كأنه موجود بالجيم، بده يكون انفولفد أكثر بالجيم. أجنبي هيدا كمان موف ووكينج صح، ووكي على ووكر، فرق 5. الأطرانيك كيف رح يردوا على هالطلعة 8 نقط؟ ردوا بأول شيء بـ3، نشوف هلا شو رح يعملوا. هارس عن جديد، هارس عن جديد بيفوت على الباسكت لبرا، بياخذ الفاول هارس. الفاول الثالث على الشدياء. هارس سكرين، رول لجوا، رول لجوا، بيرجع بياخذ البول اب، ما بحط، اوت اوت لبيبلوس. صباح بيقول اوت على جاكسون. حداد
بيك بيك بفوت على الباسكت لبرا، بدك تشوت ما تفكر فيها. جاكسون خمسة على الشوت كلوك. جاكسون كمان سيل من هاريس، دفاع كتير منيح من هاريس، بيرجع هاريس بيروح تاني ميل، بدافع بهاجم بيعمل التون اوفر، بيعمل التون اوفر هاريس. تايم اوت بيبلوس 16.4 ثواني ليخلص الكوارتر الثالث 69-64. انا محل انترانيك هلا طلب تايم اوت بيبلوس بلعب بريس، اعطاني تايم اوت لألعب انا بريس، هو بده يقطع 16 ثانيه وياخذ اخر اتمت بالجيم، ولازم دفعه حقه العب بريس شوف اذا بقدر اعمل ستيل. خلينا نشوف شو راح يصير. لكن الطابة مع بيبلوس، شوف الانتراليك رح يلعبوا بريس، خلينا نشوف اذا رح يلعبوا بريس. ايه ايه بدك تروح دبل تيم، ايه بدك تروح دبل تيم، بقطعوها مرتاح بقطعوها مرتاح. تيرن اوفر تيرن اوفر، قطعوها مرتاح وتيرن اوفر. برافو انترانيك، تروح تاني ميل لهاريس. هاريس بده يفوت على الباسكت، هاريس ما بقى في وقت. صوان كليتي صوان كليتي ما بتفوت، اوفنسيف ريباوند وسليم ما بحطها تحت الباسكت. 69-64 فرق خمسة، هيك بيخلص الكوارتر الثالث من هيدا الجيم. 69-64 فرق خمسة. لكن بيبلوس بهيدا الجيم مسيطرين على الريباوند 27-20، الاسيست كمان بيبلوس احسن 13-8، ستيلز 4-9 للانترانيك. هيدا لانه عم يلعبوا بريس اكثر وعم يقدر يستفيدوا يعملوا ستيلات منهم. بلوك شوتس 4 لبيبلوس 2 للانترانيك. تيرن اوفرز شوفوا بيبلوس 17، انترانيك كانوا ماشيين 6 اول هاف، هلا عندهم 10 تيرن اوفرز لانترانيك. بالنسبه للنقطتين 18 من 26 69% نسبه كثير عاليه لبيبلوس. انترانيك عن نقطتين عنده 16 من 30 53%. بالثلاث نقط 8 من 16 لبيبلوس كمان 50% نسبة منيحة. انترانيك 36% 8 من 22 ثلاث نقط. شو لازم يعملوا انترانيك بآخر كوارتر؟ أول شيء لازم يفتشوا على بعض أكثر، عم بيكون كثير individual games individual game، يعني كل لعيب عم بيجرب يفوت لحاله على الباسكت. بده يلعبوا اسرع، طبيعي يلعبوا اسرع على الفاست بريك. اذا ما في بده يهدوا الطابه يبرموا الطابه، واهم شيء كيف تشارلتون هاز تو شو اب، يعني لازم يجي على الجيم بهذا الكوارتر. اذا بده يربحوا الانترانيك كيف تشارلتون بده يلعب ياخذ اتمت يعمل. خليني لكم ارجع كيث تشارلتون شو عامل بالجيم. عم نحكي 6 اتمبس، 4 من 6 اتمبس، 3 من 3 على النقطتين، 1 من 3 على الثلاث نقط. هيدا اجنبي لازم يكون عامل مينيموم 10-12 اتمبس لهلا. سليم علي الدين شو هالموف الحلوه يا سليم، شو حلوه هالموف يا سليم، بدك تخلص بدك تخلص يا سليم. تاني ميل ابراهيم، ابراهيم بخلص، ابراهيم بخلص مع فاول.
لكن 14 نقطة لإبراهيم حداد مع 5 ريباوندز 3 أسيستس. إبراهيم حداد أكتر جيم حط فيه السنة 16 نقطة. هلأ بيحط الأند وان لإبراهيم بيطلع الفرق لثمانية و15 نقطة للحداد. سليم حلو كتير هالكين كتير حلو كتير حلو من الكت على الباسكت كيف عمل الفيك وفات على الباسكت وحط النقطتين. هارس نادر ديمتري فاول 2 فري ثروز لديمتري. شفتوا البريس وتيجي واحد على النص واحد بيقدر يستلم على النص يا بده يبرم اذا كان سنتر بده يبرم ويشوف الجاردية اللي راح يفوتوا على الباسكت يكون هيدا اكيد مرنين عليها بده يلقط الطابة يبرم اذا كان سنتر يبرم ويطلع على لعيب الجاردية اللي عم يفوت على الباسكت ياخد باسكت هيني اذا كان جارد او فورورد مثل النادر ديمتري بيبرم بيفوت على الباسكت يا في يلعب الباس يا في مثل هلا اخذ الفاول. ديمتري اول فري ثرو ان تاني فري ثرو برا صوان بجيب الريباوند 11 نقطة لديمتري فارق 7. بتصور جوال عبد الله سليم ستيل من ابراهيم حداد. شفتوا الشغل الشغل من ابراهيم بيلعب الاسيست ولا احلى شغل كبير من ابراهيم حداد بهالكوارتر شغل كتير كبير من ابراهيم حداد 15 نقطة 5 ريباوندز 4 اسيست وستيل هلا بوقته رائع بيطلع الفرق لتسعة. تقدموا قبل بوقت عم نحكي عن بيبلوس 8 هلا اكبر تقدم 9 نقط من اول كوارتر من تاني كوارتر بعد وقدروا يطلعوا عم نحكي عن فريق الانترانيك اكبر فرق كان لهم بالجيم 4 نقط. خمسة وسبعين ستة وستين من دقيقة 51 ثانية ليخلص الجيم. حب ذكركم انه بيبلوس هن والهومنتمن ما ربحانين ولا جيم 0 من 4 يعني اذا بيربحوا اليوم مثل ما بيشين وبيربحوا اليوم بيعملوا اول ربح ببطولة لبنان سنيبس شيبس بطولة لبنان 2022-2023 بيعملوا اول ربح بخلوا الهومنتمن وحدين ما ربحانين ولا جيم. انترانيك ربحانين واحد خسرانين 3 يعني بيصيروا مثلهم مت إذا عم نحكي إذا ربحوا بيبلوس أو اللي بيربح اليوم يا بيبلوس يا أنترانيك بيصير عنده ربح واحد وأربع خسارات بيقربوا على الليدرز والأنترانيك ليدرز وهوبس بيصيروا مثل بعض تقريبا. هارس بيفوت على الباسكت هذا اللي كنت عم قلكم إياه ولا مصوان ما بيقدر يجيب الريباوند بتوقع جاكسون بيخلصها بيلعب لبرا لنادر وستيل هالمرة من مين؟ من تشارلسون كيث بفوت على الباسكت ان مع فاول لكيث تشارلسون. شو هالفاول؟ شو منحكي عطول؟ شو منقول كل جيم؟ بح صوتنا نحن ونحكي ممنوع الفاول ويحط سلة هينة يا بتعمل الفاول ممنوع يحط سلة يا بتتركه يحط الباسكت. 68-75 هيدا كنت عم قلكم اذا بده يربحوا الانترانيك بده يلعب الاجانب اثنين. اوميجا هارس عم يلعب بغض النظر شو عم بيحط وشو عم يعمل ارقام بس عم يلعب. كيث كريستوفر بده يلعب 12 نقطه لكيث بنزل الفرق لسته والبريس شوفوا هارس بيعمل البريس وبيرجع دغري لورا عم نشوف زون انترانيك اكيد بعد بريس جاكسون لبرا ابراهيم حديد ثلاثه
ما بيحط اوفنسيف ريباوند لريان. ريان سويد. ابراهيم 6 على الشوت كلوك. بيك بدك تفتش على اتامت يا ابراهيم. بفوت على الباسكت ابراهيم ما بيحط. شو صار؟ بتصور ووكينج رح تتصور. بتصور رح تصفر ووكينج تون اوفر. ما كان خلص الوقت. الطابي اخذ الريباوند كيث وضاع. تون اوفر. اتناش هيدا على الانترانيك. ما بوقته ابدا. شوفوا لحاله تحت السلة كان ريان. ووكر بيلعب للشدياق. ووكر تون اوفر. تسعة عشر تون اوفر. هيدا التسعة عشر. هيدا التسعة عشر على جبال بيبلوس من الزاوية ثلاثة. ما بحط الملة. أمير جاكسون إبراهيم. إبراهيم بفوت على البيس لاين بياخد الفاول من الصوان. 2 فري ثروز. جيم كبير للحداد اليوم. عنده 2 فري ثروز إبراهيم حداد. إبراهيم حداد 6 من 10 فيلد جولز اليوم. أول فري ثرو إن بيعادل أحسن جيم إله بالنقط ببطولة لبنان ب 16 نقطة. لكن إبراهيم حداد 6 من 10 اليوم. 2 من 2 17 نقطة. 4 من 6 على النقطتين. 2 من 4 على 3 نقط. 5 ريباوندز 4 أسيست 2 تون أوفرز وستيل. ستيل كان بوقته. جوال عبد الله ثلاثة قصيرة. قصيرة كتير يا جوال. إبراهيم بياخد وقته. كروس أوفر حلوة كتير. إيه؟ ليه؟ هاي تاني مرة بشوفه عم ينقفها هيك. الطابة مع الانترانيك. ما فيك تزتها هيك نقف. مد إيدك على الآخر. جاكسون مع أنه كمان كانت سريعة. جويل عم تبرم لهارس. هارس بيلعب لكيف. هارس على الجيد لحاله على الكاتي. فيك كمان لبرا للملا. ملا ثلاث نقط للملا. بحط ثلاث نقط. ملا بحط ثلاث نقط. بنزل الفرق لخمسه. بدكم تلعبوا بريس. ما فيك تنسى. ما فيك تنسى البريس. انترانيك. ابراهيم. ابراهيم بفوت على الباسكت بيلعب لبرا. ما وقتها الشوطة ابدا. ما وقتها. هيدي ريان خد وقتك. معلش بعد في وقت. بعد في وقت. ملا جويل لبرا. صوان من الزاوية على التلاتة فاضي ما بحط. الريباوند لجاكسون. الريباوند الثامن لجاكسون. الريباوند الثامن. 23 نقطة مع 8 ريباوند لجاكسون. وكمان بفوت على السلة بكير. كمان بفوت على السله بكير. جوال عبد الله بفوت هالميله ما بحط. شو بقول الحكم؟ تيرن اوفر. بيقول الحكم تيرن اوفر. تايم اوت بيبلوس. لكن تايم اوت لكوتش عزت اسماعيل. والانترانيك عم بي ما عجبهم الصفرة هاي. ما حبوها يمكن على الووكينج على الووك.
كمان انا بذكركم انه بكره هيكون جيم رياضي ودينامو، اكيد منقول ام تي في واس بي اي 5 الى ربع. اس بي اي معكم بكل الجيمات. خلينا نشوف البريس بعدين رح ترتاح. ستيل، ستيل من هارس، ستيل من هارس ودنك من هارس، دنك من هارس. بريس، بريس حلو كتير كان ظابط. هارس ستيل. خلينا نشوف وين الدبل تيم. تقطع الطابه، الفرق 3، رجعوا بالجيم الالترانيك. اكثر شوي من 5 دقائق ليخلص الجيم. ابراهيم بتصور، ابراهيم بهالفتره هو لازم يستلم الجيم. ديمتري نادر صعب كثير، اوفنسيف ريبون عند الشدياق، شدياق بتروح عند مين؟ ديمتري نادر. ستيل بدق باجره بيقول الحكم، بدق باجره من تحت بيقول الحكم للملة. تيرن اوفر، بقى كنت عم ذكركم بكره 5 الى ربع جيم رياضي دينامو كتير مهم، اكيد رح يكون منقول على الام تي في وعلى الاس بي اي. وبعد هيدا الجيم رح يكون عندنا رياحه بطوله لبنان، بنرجع ل 17 شهر 17 نوفمبر. شو بقول الحكم؟ ووكينج تيرن اوفر هالمره على بيبلوس، هالمره تيرن اوفر على بيبلوس. بقى رح نرتاح ببطولة لبنان ومنروح المنتخب عم يتحضر للويندو. نرجع البطولة بترجع بتبلش ب 17 نوفمبر. لبرا صوان، جوال عبد الله، 11 على الشوط، بعد في وقت، الملا بيفوت على الباسكت، بعد في وقت يا ملا. صوان اوفنسيف ريباوند وفاول على امير جاكسون، 2 فري ثروز لويليام، لويليام، ويليام صوان، ويليام صوان، ويليام صوان اليوم شيت على الفري ثرو. اول فري ثرو ان. هاي 3 من 5 صاروا، كان شايت 2 من 4، هاي 3 من 5 اليوم. تاني وحده برا، الريباوند لمين؟ الريباوند لابراهيم حدد. بقلكن انه هلا الجيم لازم يستلم، بتصور ابراهيم حدد. يعني جاكسون عم بيضيع، عم بيهوش شوي بالجيم، بتصور ابراهيم حدد لازم يستلم الجيم. ريان، ريان موف ما بيحط الباسكت، اوفنسيف ريباوند مهم كتير من نادر. عمل اوفنسيف ريباوند كتير مهم ديمتري نادر وزت الطابع على الاوت، مع انه ما كان في حدا حده. الفرق نقطتين، 77-75، 3 دقايق و40 ثانية ليخلص الجيم. هاريس بيلعب ملا، ملا ثلاثة، ملا ثلاثة، ملا ثلاثة، الملا ثلاثة مش ملا ثلاثة، ملا ثلاثة وملا ثلاثة بتصير 2. تبرم عند مين؟ عند ريان. شوفوا مين، شوفوا مين هلا. أنترانيك أب باي 1، أنترانيك أب باي 1. شو هالجيم الحلو؟ ثلاثة ثلاثة فاول هارس. شو هالغلطة يا هارس؟ ثلاثة فري ثروز لأمير جاكسون. أمير جاكسون نسبته 75% السنة ببطولة لبنان من الفري ثرو، 75% نسبته. كتير مهمين الفري ثرو هيدول الثلاثة يا أمير جاكسون. 75 نسبته السنة بالبطولة لبنان نسبته 75%، اليوم من الفري ثرو شايط 6 حاطط 3، حاطط 3 من 6، 50% اليوم. بس هو نسبته بطولة لبنان كانت 75%. خلينا نشوف اليوم، خلينا نشوف هلا. أول فري ثرو برا أمير جاكسون،
أنا إذا كوتش بيبلوس بوصل الطابة، بعمل خطة توصل الطابة. تاني فري ثرو كمان برا لأمير جاكسون، بعد عنده فري ثرو. عاملكن أنا إذا كوتش بيبلوس بعمل خطة لتوصل آخر شيء لإبراهيم حداد. أوعى واحد على الملعب هلأ، وأكتر واحد فيه ياخد ديسيجن صح هو إبراهيم حداد. واحد من ثلاثة بعدل السكورز. جاكسون بيصير هو كمان أكتر لعيب ببيبلوس حاطط نقط بجيم واحد، بيكسره لا مولاسكيف اللي كان حاطط 23 نقطة، أمير صار 24 نقطة حاطط بجيم واحد. جوال لازم تبرم على خطة، ما تبرم هيك بلا طعمة يا أنترانيك، لازم تبرم بخطة. هارس بيفوت على الباسكت، ها وان اون وان صعبة يا هارس، ما هيدا اللي عملوه، لازم تبرم بخطة. آخر شيء توصل على هدم فاضي. أمير جاكسون دفاع كتير منيح، والجامبول دفاع كتير منيح من جوال عبد الله. جامبول مع مين الطابة؟ الطابة بتروح ل بيبلوس. 78-78، معقول يكون في اكسترا تايم. عم بقلكم لمين توصل، لازم توصل الطابة، لازم توصل لابراهيم حداد. إذا في حدا تاني لازم توصل له الطابة، أنا برأيي ووكر، بس ووكر لازم توصل له الطابة مش برات البينت، بقلب البينت تحت السلة، هيك بوصل له. وأنا رأيي إذا بيستلمها بقلب البينت بلا ما يعمل دربي بلا يعمل شيء، ووكر بيبرم على الباسكت، يا بحط باسكت يا بياخد الفاول. شوفوا هالدفاع المنيح من أنترانيك. جاكسون إبراهيم حداد وصلت عند إبراهيم، بياخد الفري ثرو. إبراهيم شو صار؟ شو صار؟ في صفرة فاول. الفاول على ويليام صوان، الرابع على ويليام صوان، الرابع على ويليام صوان. بدنا نرجع نشوفها على الريبلاي. بدنا نشوف آخر فاول على ويليام صوان رقم واحد. كيفن إذا بتريد لكن واضحة حكام، لنشوف شو واضحة. بيقولوا unsportsmanlike فاول على ويليام صوان، بيشوفوا ريبلاي وبيصفروا ان سبورتسمان لايك فاول على ويليام صوان. شو بوقتها لا بيبلوس اكيد اللي راح يشوت لا ووكر، لانه الفاول ما صار على ابراهيم حداد، صار على ووكر. اول فري ثرو لووكر برا كمان. قديش شايتين فري ثروز اليوم؟ خلينا نحكي عن بيبلوس، تاني من اثنين برا لفري ثرو. شوفوا اخر اربعة من خمسة لبيبلوس باخر الوقت برا، لكن الفري ثرو 14 من 22 واربعة من خمسة باخر دقيقتين ثلاث دقايق لبيبلوس. تبرم عند الحداد، حداد ثلاثة، حداد ما بيحط، ريباوند عالي ما بيقدر يخليها معه. عم نحكي عن ريان سويد. جوال لازم ما فريق واحد عم يلعب سيستم تبعه. كمان الملة ثلاث نقط قبل شوي، نقطتين غاليين للملة هلا. اه يا ملة 11 نقطة للملة، ثلاث نقط. تبرم عن جديد، بول اب من شدياء ما بيحط، ريباوند تشارلستون كيف. دقيقة و40 ثانية، هارس بفوت على الباسكت، بلوك شوت من ابراهيم حداد، الحكم بيقول فاول. الحكم بيقول فاول، اثنين فري ثروز هاي قدامنا،
2 فري ثروز لهارس. أوميغا هارس 2 فري ثروز. أول فري ثرو إن لانترانيك اليوم من الفري ثرو 11 من 16 مع هاي. تاني فري ثرو لأوميغا هارس 2 من 2 لأوميغا هارس. تايم أوت 2 من 2 غاليين لأوميغا هارس. أوميغا هارس معدله بالبطولة كان 64%، 64% شايط 14 فري ثرو قبل هالجيم، حاطط منهم 9. هلا 2 فري ثروز وقتها ما عايزينه لانترانيك قد وقدود أوميغا هارس بحط 2 بيعطي الفرق 4 للانترانيك، 4 للانترانيك. دقيقة و39 ثانية ليخلص الجيم. انترانيك من بعيد رجعوا بعد ما كانوا خسرانين 9 نقط، عم بحكي بالكوارتر الرابع، رجعوا وقدوا قدروا يطلعوا 4 نقط على بيبلوس. لكن نشوف شو بده يعملوا بيبلوس بهيدا التايم اوت. هلا اكيد بياخذوا الطابه بنص فريق الالترانيك، اكيد بده يلعبوا خطه مثل ما شفنا باخر 5-6 دقائق. ما حدا عم يلعب سيستم تبعه، ما حدا عم يعمل خطه، ما حدا عم يعمل شيء، كله عم يلعب بيك اند رول او 1 اون 1، هيك عم يلعبوا الفريقين. خلينا نشوف اذا رح يعملوا شيء خطه. فيهم يلعبوا على النقطتين، فيهم يلعبوا على ثلاثه، بس انا بلعب على 2 بوينتس. انا عم بحكي عن بيبلوس، انا بلعب على 2 بوينتس. اخذ بوصل الطابه لابراهيم يقدر يفوت على الباسكت، وسع له الملعب، بفتح الملعب، خليه يفوت 1 اون 1 لابراهيم. خلينا نشوف شو راح يصير بهيدا اخر دقيقه او 39 ثانيه من هيدا الجيم. اكيد راح نشوف مان تو مان من الانترانيك، اكيد ضروري. ابراهيم حداد دفاع كثير من هارس، تكنيك الفاول على الملا، تكنيك الفاول على الملا، رابع فاول على الملا. يا ريت بين معنا ريبلاي شو عمل، كيف عم يعمل دفاع. بتصور طلع لبرات الملعب ودفع عليه برا، لكن ابراهيم حديد رح يشوط الفري ثرو. الفري ثرو برا كمان، يعني 1 من 6، لحظة، 1 من 3، 1 من 6 بآخر الجيم، عم بحكي فري ثروز لبيبلوس. فلوتر باسكت ان، فلوتر وباسكت ان لجاكسون، امير جاكسون 26 نقطة مع 9 ريباوند لجاكسون. بده يلعبوا بريس، جوال عبد الله بيلعب لبرا، بده ياخذوا وقتهم، فرق نقطتين، منه بالفاول ترابل. عم بحكي عن بيبلوس، منه بالفاول ترابل. هارس لبرا للملا، ملا بعدها مع الملا، 2-1 هارس، خلص الوقت. شو بيقول الحكم؟ باسكت ان، شو بيقول الحكم؟ باسكت ان، ولعت. لنشوف اذا الحكم بيقول باسكت ان او لا. لا هارس، بدنا نعيد، بدنا ريبلاي، بدنا ريبلاي ضروري. يعني انا حسب ما شفتها كثير صعبه، عندهم شغل صعب الحكام. هلا اكيد حدي ليشوفوا اذا باسكت ان او لا. طب اذا فينا نمشيها هلا، مش بطيء هالقد،
اسرع شوي كيفن. بلا ريبلاي خليها تكون اسرع كيفن. كمان مره اذا بتريد. نو باسكت نو باسكت بيقولوا الحكام. نو باسكت 82-80 انترانيك. كان تقريبا خلص الجيم لو باسكت ان. هاي كانت لهارس. رح نشوف بريس كمان. عم نشوف بريس من انترانيك. بريس تقطع عن جاكسون. جاكسون ديا حداد. حداد بياخد سكرين. حداد سكرين بيفوت على الباسكت الحداد وبحط الحداد. هيتو سماني هيتو سماني عزت اسماعيل. روح عند الحداد. 82-82 45 ثانية. جوال عبد الله عاد مين لازم يروحوا هلا. هلا لازم يلعبوا سيستم. لازم يلعبوا خطة. ما عم يعملوا شيء. جوال عبد الله بيلعب 1 اون 1. جوال عبد الله برد. جوال عبد الله برد. جوال عبد الله برد. هارس بيقطع الطابة على الاوت. 84-82 انترانيك. 84 ما عنده تايم اوت. بده ياخذ تايم اوت بيبلوس بس ما عنده التايم اوت. خلينا نشوف شو رح يعمل بيبلوس. انا برايي عبوتش ضياء لازم يقرب جرب ياخذ طابه ويعمل سبرنت كل الملعب بماركو صوان وبيزته لونج باس لعبوت. في مليون شغله تعملها. خلينا نشوف شو رح يعملوا بيبلوس. شوفوا الفول كورت مان. بعدهم فول كورت مان. توصل عند ميد عند جاكسون. امير ما رح يلعب لحدا. شايفه من هون. انا بده يفوت هو على الباسكت. انا هيك شايف. ما شايف صح. توعد ابراهيم حداد تعليمات انه يلعبوا للحداد. الحداد بيلعب لووكر. ووكر تيرن اوفر. بتروح عند مين؟ صوان. ملا لازم يلعب باس. بيلعب باس. اسرع يا ملا العاب الباس. اسرع يا ملا العاب الباس. لكن الملا بعد ما في عنده اثنين فري ثروز. بعد ما صاروا فاول ترابل. هلا صاروا اربع فاولات بيبلوس. هلا هلا رابع فاول. هلا صار رابع فاول. يعني عندهم بوزيشن. عم نحكي على فيرا انترانيك. هلا شو بدهم يعملوا بيبلوس؟ اسرع فاول في يعملوه بحياتهم. انتبه ما يكون انسبورتسمان لايك فاول. اسرع فاول لازم نحن على طول بناخد وقتها نحكي شو لازم ينعمل. بنحكي اكثر جهد فريق اللي عم يخسر. شو بنقول شو لازم يعمل فريق اللي عم يخسر. مش بنقول كنا قبل عم نقول شو لازم انترانيك. شو لازم بيبلوس انه هو اللي داون. انترانيك شو لازم يعمل هلا. هلا بده يعمل فاول اسرع شيء فيه. بده يجرب اسرع شيء فيه يطلع بلا يعني توصل الطابه لاحسن شويه فري ثرو عنده. مين احسن شويه فري ثرو عنده هلا؟ هارس. انا برايي لازم توصل الطابه لهارس. لو شو ما صار هارس لازم يشوط اثنين فري ثرو. بيبلوس شو لازم يعمل؟ انترانيك لازم هلا عم نختصر. انترانيك لازم يسلمه لهارس يستلم. بيبلوس شو لازم يعمل؟ لازم يعمل فاول اسرع فاول بيعملوه بحياتهم. اسرع فاول بيعملوه لحياتهم يعملوا فاول. يجربوا بيبلوس ما يستلم ابدا هارس يعملوا فاول على حدا تاني. هاي السله الحلوه من جوال عبد الله. فعم نقول يعملوا فاول اساسا. بيبلوس بده يعملوا فاول لمين ما استلم الطابه بس جلبوا قد ما فيهم ما يستلم هارس. يعملوا فاول لحدا تاني رح يستلم. خلينا نشوف هلا فاول باثنين فري ثروز. خلينا نشوف لمين رح تروح الطابه. لمين رح تروح الطابه؟ لمين؟ على الاوت. على الاوت. الطابه بيقطعها جاكسون على الاوت. طابه معملها من برا. بدك تعمل فاول. ما بدك تقطعها. بدك تعمل فاول. اذا فيك تقطعها عظيم بس
الفاول بده يكون سريع. ما ايه بعد ما عمل فاول؟ كيف بعد ما عمل فاول جاكسون؟ فاول ايه؟ معقول يكون ان سبورتسمان؟ معقول يكون ان سبورتسمان؟ خلينا نشوف. فاول عادي، اثنين فري ثروز للانترانيك. جوال عبد الله رح يشوت هو اثنين فري ثروز. جوال عبد الله مهم كثير لجوال عبد الله هاتين فري ثروز. جوال عبد الله قد ايه نسبته على الثلاث نقط؟ جوال عبد الله 33% نسبته على الثلاث نقط لجوال عبد الله. اول فري ثرو ان، ثلاث نقط فرق. هو كان شايط بس ثلاثه فري ثرو قبل هيدا الجيم، وحده من ثلاثه. هلا اليوم هلا وقت الجد بيشوت اول فري ثرو، فري ثرو بحطها ان، وثاني فري ثرو كمان بحطها ان. جوال عبد الله بيعطي الفرق اربعه، وبتصور بيخلص الجيم، بيخلص الجيم. انترانيك، انترانيك بيربحوا الجيم ضد بيبلوس 86-82. مبروك للانترانيك، هارد لك ل بيبلوس. هاف تاني كان بتصور احسن من الهاف الاول دفاعيا، بس الفريقين ما بخلوا ابدا بولا نقطه عرق. اثنين عملوا شغل كتير منيح. خلينا نحكي مع كوتش صباح، ونحكي كمان مع كوتش عزت. كوتش صباح يعطيكم العافية. هيدا تاني جيم تربحوه السنة، أول جيم كان ضد الهوبس، وهيدا تاني جيم ضد كتير مهمين هالجيمات. الجيم ما قدر فريق، قدروا مرتين يطلعوا تسع نقط، مرة تسع نقط مرة ثمان نقط، عم بحكي عن بيبلوس، يتقدموا عليكم. بس باقي الجيم كله أنتم ما قدروا تطلعوا أكثر من أربع نقط، وجيم كتير قريب كل الوقت. باخر الجيم قدرتوا تربحوا الجيم، شو صار؟ خبرني كيف، شو عملتوا باخر الجيم؟ وليد عن جد بعبدنا يعني، حتى ما بعتبر حالنا لعبنا منيح اليوم صدقني. اغلاط على الديفنس، على الترانزيشن ما عم نعرف ننهي مرات 3 اون 1، ما بنكب الطابه من ايدنا. انا بعرف هذا فريق صغير وبده وقت، بس في قصص سمبل كثير يعني عرفت بيسك، يعني 3 اون 1 بنكب الطابه بنرجع بناخذها. ليك صدقني اخر 7 مينتس لعبنا اكسلنت ديفنس على الجار، على الجار تبعهم وعلى السنتر، وبعتقد البريس ساعدتنا وليد اليوم، طلعتهم من ريتم جيمون، وانا ضليت فيها، ضليت فيها لاخر 30 ثانيه تقريبا، لانه حسيت ما عندهم هال يعني شوي ما كانوا اورجنايز عليها، وقدرنا نحن ناخذ ريتم عليها ونعمل كم ستيل. بعتقد هذا كان فاكتور بالجيم اليوم، بس على دي اند اوف ذا داي الكريدتس للاعيبه مش لإلي. قتلوا اليوم، حضرنا كثير منيح للجيم كلهم، حتى اللعيبه اللي كانوا عن بنش هيدا الجيم هن جابوه. فان شاء الله هيك يكون كمان، بدنا شوية adjustments بعد وليد، بنشوف شو أحسن فت لقلنا بالفريق. بس بزيت الوقت هيدا الوين كنا كتير عايزينه، خاصة أنه جايينا أطلس على أرضنا بالرتور هلأ. عم فتش مين بده يخلص بآخر الجيم، بآخر دقيقتين من الجيم كانت أي، عم فتش مين بده يخلص. جمال عبد الله كان عمل لاي أب كتير حلوة، بس وتكون عندك فريق المفروض الفريق اللي بده يربح يكون عندك اثنين أجانب، واحد منهم جربت ألعب يقدر يخلص، كان لازم يكون اجريسيف اكثر وليد. يعني اخشي في وحده بعد في خمس ثواني كبله مو كسرت لنا ريتم شوي، بس ات اند اوف ذا داي اليوم اوميجا حط 19 نقطه which is better than هوديك الجيمات. مزبوط، كنت عم اقول له انا يو هاف تو بي اجريسيف، هيدا الليبانيز ليج منه هيك، يو كانت سكور 8 اور 10 اور 12 بوينتس نو واي، يعني خاصه بفريق صغير ما عنده هالخبره. اليوم كتر خير الله قدر يعطي، وحتى السنتر يعني ما حط كتير سكور، بقدر يساعدني على الديفنس اليوم. والله ما تزعل مني، السنتر ما ساعدك بشيء اليوم، اليوم ما كان شو اسمه ما بدي احكي، بس انه لازم يكون قايم بشغل احسن من هيك بكتير. يعطيك العافية. هلا في رياحة تقريبا ل 17 شهر، بدنا نعمل ادجستمنت شوي بالفريق ونحضر اكثر. كان عندنا كثير اصابات كمان وليد، جوال هلا رجع من شوي، جيمي نخلة، احمد عكاوي، مزبوط، بنطلع شوي الصغار بس في على البنش، بس هلا منيح كتر خير الله قدرنا نفوت بريتم حلو على البريك ونحضر لأطلس على ارضنا. طيب جيمين ربح واثنين خساره، منيحه كاول كتبنيش كبطوله وليد، ما تنسى قلنا سنتين بلا اجانب هون. الليك فرق شوي، اللبنانيه الصغار بعضهم مش محتكين بجود جيمز يعني عرفت. فان شاء الله يعني هلا رح يكون معنا وقت نتنفس هاليومين ثلاثه ونشتغل لجيم أطلس. يعطيكم العافيه صباح، جود لك.
ما بقى مبين حدا من فريق بيبلوس. كنا حابين نحكي مع كوتش اسماعيل او حدا من بيبلوس بس ما بقى مبين حدا. انا برجع بذكركم بكره في جيم كتير مهم رح يكون بالرياضي بين الرياضي ودينامو الساعه 5:15 اكيد رح ينقل على ام تي في. وبرجع بقلكم كل جيمات بطولة لبنان 2022-2023 رح تكون منقولة كمان على عنا على الاس بي اي على صوت بيروت انترناشنال على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. فبكرة الجيم كمان فيكم تحضروه على الاس بي اي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. من بعد بكرة رح يكون عنا رياحة للسبعتاش شهر. ليش؟ لأنه المنتخب عنده الويندو بده يجتمع المنتخب يتمرن المنتخب يتحضر كرمال هيدا الويندو. نحنا منقلون جود لك نحنا معكم بيضطولنا وجهنا رح تضلكم عم بيضولنا وجهنا رح تضلكم عم بيضوا وجه الباسكت اللبناني. يعطيكم أفعال في المنتخب. رح نحضركم ورح ندعمكم رح نكون معنويا أكيد رح وراكم وكذا. و17 شهر نحنا منرجع لعندكم. انا رح اشوفكم لكين تقريبا 17 شهر. بدي احكي بعد عبالي احكي بعد بس عم بيقولوا لي المخرج عم بيقول لي خلص قطع طشه خلص تكرم عيونك زوزو. بشوفكم 17 شهر من هلا لوقتها. باي.